أسعد اللحظات وأعزها على المؤمن إذا دنت ساعة الرحيل، تلك الساعة التي لا كرب بعدها على المؤمن أبدا. ففي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما طفقت سكرات الموت عليه قالت فاطمة رضي الله عنها وكرب أبا، فقال صلى الله عليه وسلم لا كرب على أبيك بعد اليوم. لقي الحبيب حبيبه، لقي المؤمن من كان يتمنى لقاءه، كم اشتاق إلى لقاء الرحمن، كم اشتاق للنقلة إلى دار الجنان. هناك إخواني حيث تتنزل ملائكة الرحمن على ذلك العبد الصالح تبشره بما عند الله من المثوبة، فيحب لقاء الله، فيحب الله لقاءه. ففي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا حضر العبد الموت تنزلت عليه الملائكة فبشرته بما عند الله من المثوبة فأحب لقاء الله، فأحب الله لقاءه. إن العبد إذا دنت ساعته وحانت قيامته وبدت سكراته وزفراته، عندها إما محسن سعيد بربه وإما مسيء شقي بعمله. دخل أبو حازم رحمه الله على سليمان بن عبد الملك فقال له سليمان يا أبا حازم كيف القدوم على الله؟ فقال رحمه الله أما المحسن فكالمسافر يقدم على أهله، وأما المسيء فكالعبد الآبق يقدم على سيده. إن المؤمن إذا بدت له معالم الآخرة تنزلت عليه الملائكة فبشرته بما عند الله من الرضوان والعفو، فثبتت له الجنان وأورثت في القلب حبا، وأورثت في القلب لهفا وشوقا إلى لقاء ملك الملوك، إلى لقاء رب العالمين، إلى الجنان، إلى لقاء الصديقين والشهداء والصالحين. بشرته بلقاء الله فأحب لقاء الله. وقد بيّن الله تبارك وتعالى تلك اللحظات وقص بيانها في التنزيل فقال سبحانه إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم، ولكم فيها ما تدعون، نزلا من غفور رحيم. إذا حضر الموت للمؤمن وجد الحزن والشجاع على فراق أبنائه، نظر إلى أبنائه فخاف عليهم العالة والفقر من بعده، خاف ألا يجد اليد الأمينة التي ترعاهم كيده، وخاف أن يجدوا من ضنك الدنيا وشدتها، فعند ذلك يحزن قلبه ثم يلتفت ويقلب عينه فيلتفت إلى ما أمامه من الآخرة فيخاف أهوالها وشدة نكالها، فعند ذلك يبشر بالأمرين ألا تخافوا على ما أنتم قادمون عليه، ألا تخافوا من لقاء الله، وألا تحزنوا على فراق الأبناء والذريات. عجب والله، إن الله تبارك وتعالى تكفل للمطيع أن يرعى ذريته حتى من بعد فراقه للدنيا.